السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتورة غادة رسلان، دكتورة استشاري الأمراض الجلدية في مستشفى الحوض المرصود التعليمي. حابة أكلمكم النهاردة عن موضوع بيهم ناس كتير قوي، بنتكلم فيه كتير اليومين دول في الميديا، هو الفطر الأسود أو الميوكرمايكوزيس. الفطر الأسود ده عبارة عن نوع من الفطريات اللي بنسميها فطر نهاز أو فطر انتهازي، بمعنى إنه ما بيجيش لعامة الناس بس بيجي للناس اللي عندها مشكلة في الجهاز المناعي، نقص حاد في الجهاز المناعي. طب ايه اللي بيعمل النقص الحاد في الجهاز المناعي؟ اسباب كتير قوي. احنا زمان كنا بنشوفه، على فكره الفطر موجود من زمان، مش حاجه مستحدثه ولا طلع فجاه ولا حاجه، موجود في التربه وموجود على اوراق الشجر واوراق المزروعات، وبيتنقل عن طريق انهاليشن او التنفس، يعني عن طريق الجهاز التنفسي. فالكمامه المفروض انها تمنع انتقاله لو في حاله اذا ما كان في حد مصاب، والعدوى لا تتم عن طريق التلامس عشان نبقى مطمنين، وما بتجيش غير للمريض اللي عنده نقص زي ما قلنا حاد في جهاز المناعه. فاحنا زي ما بقول كنا زمان بنشوفه في عيانين الاتش اي في او نقص المناعه المكتسبه اللي هو الايدز، وده كان يعني بشكل كبير جدا ريستريكتد او محظور بس على الفئه دي من الناس، والناس اللي عندها سكر تراكمي عالي مش متظبط، او يعني مش لا يمكن التحكم في السكر بتاعها، السكر عالي قوي، او الناس اللي عامله زراعه اعضاء وبتاخد ادويه مثبطه للمناعه فبتخلي المناعه عندهم قليله، وده بيخليها عرضه للاصابه بالفطريات او الميكروبات النهازه عموما اللي منها الفطر الاسود ده. حاليا بنشوفه ليه دلوقتي اليومين دول، او الكلام عنه كتير ليه؟ مرتبط نوعا ما في الفتره الحاليه بالكورونا، طبعا مع الاسباب اللي احنا قلناها اللي فاتت دي كلها برضه. ليه في الكورونا؟ لان عيان المريض الكورونا بياخد جرعات عاليه من مثبطات المناعه عشان بيبقى فيه زي ما بنسميها كده سايتوكاين ستورمينج، او يعني بيبقى فيه زي عاصفه مناعيه جامده عند العيان ده، وهي من ضمن اهم الاسباب اللي بتخلي المريض ده يدخل في مشاكل او مضاعفات. فبيبقى بعض العيانين مضطرين ان احنا نديهم ادويه تكسر جهاز المناعه شويه عشان المضاعفات اللي بتحصل مع كورونا ما تكونش موجوده او ما تكونش بالشده اللي بنشوفها اليومين دول. فده هو من ضمن الاسباب اللي خلى الفطر ده، وهو فطر ما بيجيش غير لمرضى نقص المناعه، يجي اليومين دول او بنتكلم عنه بشكل او باخر في اليومين دول. بس هو مش منتشر بشكل كبير ولا حاجه، انا بس حبيت اعرفكم واطمنكم انه فطر ما بيجيش غير لناس مصابه بنقص في المناعه لاي سبب من الاسباب اللي قلناها، وانه هو العدوى لا تتم عن طريق اللمس او كده، وانما عن طريق النفس. فاحنا كلنا الحمد لله بنلبس دلوقتي الماسك على طول، وده لازم حاجه نحافظ عليها على طول عشان الفطر اللي موجود في الجو ما يتنقلناش، وفي نفس الوقت ده لو حد لسه مثلا مريض كورونا او لسه طالع من كورونا ومناعته ضعيفه او اي سبب اخر لضعف المناعه. موضوع كنترولبل، مش منتشر ولا وباء ولا حاجه، فما نقلقش. طيب اعراضه ايه؟ ان بيبقى فيه بيجي ده غالبا في الاغشيه المخاطيه، يعني في الانف، في الفم، في الاجهزه، في الجهاز التنفسي العلوي والسفلي، يعني في الرئه والقصبه الهوائيه، ممكن يجي على الجلد، وبيبقى لونه اسود، عشان كده احنا بنسميه الفطر الاسود لانه هو عنده سبب. علاجه طبعا زي علاج اي نوع من الفطريات، بندي العيان فتره طويله مضاد فطريات بس بيبقى اي في الوريد، ولو اتلحق بدري ان شاء الله ما بقاش فيه مشاكل. لا قدر الله اتاخر شويه على التشخيص او كده، وهو دلوقتي اصلا المفروض ان احنا دلوقتي اورينتد قوي بيه، يمكن زمان ما كناش بنشوفه كتير قوي، بس يعني احنا دلوقتي ممكن يتشاف مع عيانين كورونا بس برده مش كتير عشان نطمنكم. فبقى محطوط في دماغ الدكاتره، فالعلاج بيبتدي من بدري ان شاء الله، ولو ما ابتداش من بدري يبقى في تدخل جراحي عشان التشو او الانسجه دي تتشال او تتنقل. وطبعا نتمنى للجميع الصحه والسلامه، وطبعا نحتفظ دايما بلبس الماسكات وناخد التطعيم وناخد الادويه اللي بتساعدنا على الحفاظ على المناعه، ودمتم دايما في صحه، والى ارقاكم ان شاء الله في حلقه.